يعني خلاص يا دكتور احنا اتبعنا، هم قاعدين يتفقوا من ورانا واحنا هنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا. والله يا جماعة أنا بقالي فترة كده ساكت ولا مؤاخذة يعني حاطط البلغة في بقي، بقول يمكن تتحل من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس لا مؤاخذة لقيت شاكر درغام حط إيده في إيد إيهاب. الله، طب ما كده هيرسيه على الدور وهيعرفه بالناس اللي هتشتري الأرض. طب احنا نعمل إيه بقى؟ نحط إيدينا على خدنا ونقعد نتفرج؟ يعني لا مؤاخذة نسيبها لهم متخدرة ها والجلسة قدامها كام يوم؟ جرى إيه يا جماعة؟ مش كنا فضيناها سيرة وخلاص بقى الفلوس النحس دي غارت في داهية؟ ما احناش عايزينها، دي وش خراب. قسما بالله يا منيرة لو ما قطمت في الكلام لو اخدك قلم بظهر ايدي على بوسك المدلدل ده اللي جايب لنا الفقر. ما تلم نفسك شوية وليا. ايه يا يلا انت ايه الله، انت ما عادش عارف يلمك ولا ايه؟ الله ايه مدلدل وايه الكلام ده؟ الله انا مش قلت لك ما تجيبش سيرة الارض الزفت ولا الفلوس الزفت بكلامك الزفت ده قدام الست المريضة دي؟ انتوا عيلة خلل، اقسم بالله انا بتعامل مع مجانين. عمر، رايح فين يا عمر بلبس البيت ده؟ ما ترد علينا يا باشمهندس. يا عم ما ترد علينا، هو فيه ايه بالظبط؟ انت اللي فيه ايه؟ ايه؟ مش مكفيك اللي حصل من ورا فلوس الزفت دي؟ شايف عمر حالته بقت عاملة ازاي؟ ايه؟ انت هتهمد لما نقع قدامك واحد ورا التاني؟ يلا لو سمحت، يلا لو سمحت اتفضل بقى، اتفضل بقى عشان ما نقلش منك. انا بقول لك اهو، يلا انا ورايا مشاوير، يلا تنزل معايا. انا ورايا شغل وهنزل، يلا اتفضل. يلا انا نازل يا ماما، عندي شغل، اول ما اخلص هرجع ان شاء الله. خليك انت معانا شويه يا ابني. اما اخلص يا ماما، اما اخلص اتفضل لو سمحت اتفضل. وايه اللي ننزل يا ماما؟ لا اقعد يا كمال، وانتوا عمالين بتعزموا على بعض وسايبين المصلحه اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ انتوا ايه مش فاهمين حاجه؟ عيله خلل. اسمعوني كويس، كبير وصغير هيندم في يوم من الايام وهفكركم، وانتي اكتر واحده هتندمي فيهم يا صفيه. الله، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمها هتندمي يا حاجه صفيه. يا عم عدنا في حته انت كمان، ايه ناقصاك؟ ايه القرف ده؟ مش الطريقه دي. ما فهمتش تحت كلام بقى، قرف. هجيب لك ميه يا ماما. شكرا يا مستر. العفو يا سيدي. عايزك اول ما تروح تطلع الملخص الورقتين اللي كتبتهم لك دولت وتقعد تقرا فيهم لغايه ما تتسحر. خلاص؟ حاضر. تاخد دش وتنام على طول. حاضر، ربنا يستر بس والنبي. ما تقلقش، الامتحان هيجي سهل ان شاء الله. بكره اول ما تخلص الامتحان تكلمني قبل ما تكلم مامتك. حاضر. سامع؟ حاضر. تطمني الاول. ضروري. شكرا. يلا، خد الكنافه بتاعتك اهي. دي هتخليك تحل كويس في الامتحان ان شاء الله. جه. يلا. مع السلامه. مع السلامه. الو، ايوه هو نزل لك اهو حالا. ايه فضي؟ عربيه فضي على اليمين. فضي. حاضر. طب هو جاي لك اهو. شكرا. الو. كريم راجع لك دلوقتي. ايوه كنت بقى بتقولي لي ايه؟ بتقولي لي انك خايفه لحسن التمثيليه دي ما تخشش عليه؟ والله. طب ايه رايك بقى ان هو النهارده بيقول لي انه زعلان ان الامتحانات جت لانه هيقعد طول الاجازه مش هيشوفني. يلا طمنيه بقى وهديه كده وسحريه كويس عشان بقى.
مستر كمال؟ ايوه. في حد ساب لحضرتك الطرد؟ انا؟ حد ساب لحضرتك الطرد؟ ليه انا؟ ايوه. متشكر. النسخة التانية من الفيديو ده زمانها دلوقتي وصلت للجنة في البيت. على الله بس ما تقعش في ايد كريم. تعبني قوي الفيديو ده. مش سهل خالص تقنع واحد ضميره ميت انه يخش اوضه في اوتيل عشان يزرع كاميرا وبعد كده يخش تاني عشان يشيل الكاميرا. طبعا ده غير شغل المونتاج عشان نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه والهري ونركز بقى في الاكشن واللحظات المثيره الحلوه. بس دي شغلانتي وانا بعرف اعملها من زمان قوي وبعملها كويس. عايزك بقى ايه؟ تتمزج وانت بتتفرج على الفيديو ده، وبعد ما تتفرج عليه وتتبسط عايزك تكلمني عشان نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. Ha, 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 ha,